هنا في حي التنكي في طرابلس، حيث أيام العيد كغيرها من الأيام المؤلمة. هذا الحي الذي يعيش فيه مئات العائلات، شوارعه المتواضعة مكتظة بالأطفال الذين حرموا فرحة العيد بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة. أتى العيد عليهم بلا مأكولات ولا حلويات ولا ثياب. شو عملتوا كرمال العيد؟ شو عم تحضروا للعيد أنتو؟ عم حضر ننظف الحارة، نعمل أشياء حلوة. اشتريت شي ثياب لألك للعيد؟ لا. بالعادة بتشتري؟ لا. كل عيد ما بتشتري ثياب؟ ليه؟ ثياب عادية. ليه؟ أنا ما معنا مصاري. بتقول لأهلك يشتروا لك؟ بلهم بس ما معهم. جبت ثياب للعيد؟ لا. ليه ما جبت ثياب؟ أمك ما جابت لك؟ أخي أي عيد ما في عيد، كيف الوضع أنت والعالم ما معه مصوري؟ أنا عندي بنت صغيرة يعني ما معي جيب لها ثياب. أنت علي ما معي عم جيب لها ثياب، اليوم الكنزة حقها 100 دولار و100 ألف. طيب هالمعيشة اللي عايشينها نحن. ثياب هذا وهذا ثياب. اليوم هلا ببات ثياب. يوم ببات ثياب. ويبقى السؤال، هل سيعج هذا المكان بالأطفال يوم العيد؟ وهل ستتحرك هذه الألعاب لإدخال الفرحة إلى قلوبهم؟ أم أنها ستكون كباقي الأماكن التي يصعب على هؤلاء الأطفال المرور حتى من أمامها ومن دون أن ينالوا ما تشتهي أعينهم؟